يعتبر المنهج المدرسي أحد الركائز الأساسية للعملية التعليمية، كما يلعب دورا كبيرا في توفير المعلومات والخبرات للمعلم والمتلقي وفقا للمراحل التعليمية المختلفة بغية تحقيق الأهداف التربوية المنشودة. فالمركز الوطني للمناهج هو الجهة المخولة في إعداد المناهج والمقررات الدراسية وطباعة الكتب المدرسية للمراحل التعليمية الثلاث. لدينا أنشطة كثيرة من أبرزها مراجعة المنهج الابتدائي والمتوسط، إلى جانب ذلك لدينا نشاط بإعادة القراءة للمنهج الثانوي، إلى جانب ذلك لدينا مادة جديدة في أولى ثانوي وثاني ثانوي، وهي مادة علم الاجتماع العام. سيتم تكملة المنهج النهائي لهذه المادة. إلى جانب ذلك لدينا أنشطة فيما يتعلق بتدريب وتكوين الكادر الموجود في المركز، ولدينا وعود بأن يتم تكوينه في عدة دول من ضمنها تركيا وفرنسا وتونس والمغرب. تمكنت وزارة التربية الوطنية في العام 2013 من توحيد المقررات الدراسية لمرحلتي الابتدائية والإعدادية. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانوية، أوضح المدير العام للمركز الوطني للمناهج بأنهم قاموا بإعداد المقررات، فلم يتبقى إلا الطباعة لتكتمل المقررات الدراسية في المراحل التعليمية الثلاث. أما المرحلة الأخيرة وهي مرحلة ثانوية اكتمل نهاية 2018، ولكن هناك بعض الترميمات يتم وضعها، ولكن بشكل أساسي فهي جاهزة تمام الجاهزية. منهج باللغتين العربية والفرنسية، إلى جانب ذلك هناك تعليم الإنجليزي. وفي العام 2015 قامت الحكومة ببناء مقر لطباعة الكتب والمقررات الدراسية، وذلك من أجل تطوير خدمات المركز الوطني للمناهج. هذه السنة قبل نهاية 2019 هتكون هناك كمية كبيرة من الكتب هتدخل المدارس الجديدة، وهي الآن في طور الطباعة. لما أقول في طور الطباعة معناه في طريقها إلى الطباعة، وهي أكثر من 2 مليون كتاب. هذا ولتحقيق الأهداف التربوية المنشودة يجب على شركاء العملية التعليمية تكثيف الجهود وبذل المزيد لتجاوز التحديات والعقبات التي تعترض سير تقدم النظام التربوي بالبلاد.